زي حضرتك كابتن سيد، ان شاء الله باذن الله انت مستمر مع النادي الاهلي ان شاء الله. موجود ان شاء الله يكون ده كده. هل كابتن حسام كلمك كابتن سيد؟ لا ما فيش اي اتصالات خالص يعني، ولا من الجهاز الفني او الاداره بشان ان انا موجود او مش موجود، لكن بتابع طبعا زي اي حد، ان انا ما حدش كلمني في الموضوع، فطبيعي ان انا موجود يعني ان شاء الله. لكن برضو يعني عشان نكون منطقيين يا كابتن سيد، فكرة رحيل مانو الجوزيه احيت فيك بعض الامل في استعادة مستوى سيد حمدي او وجوده في التشكيل الاساسي، لان كان في قناعات للمدير الفني مانو الجوزيه بان انت ما تكونش متواجد، او انت ما تكونش متواجد حتى كما يعني كما ظهر لينا يعني ان انت تكون متواجد في التشكيل الاساسي او الاحتياطي في معظم المباريات اللي لعبها. هل انت شايف ان فرصتك مع الكابتن حسام البدري ممكن تكون افضل؟ والله اتمنى يعني، يمكن انا ما خدتش، مش هتكلم بقى على مستر جوزيه طبعا، مش هتكلم عن اي الايجابيات او السلبيات خالص، انا خلاص مرحله يعني عدت وانا ما حسيتهاش من حياتي يعني، وهنحيها يعني من حياتي، فانا ما شاركتش فيها وما كنتش مبسوط فيها لاني ما كنتش بشارك، لكن ما كانش للامانه ما كانش في بيني وبين اي مشاكل خالص غير ان انا ما بلعبش، تمام. لكن هو كمدرب له اسمه، وانا في التمرين كنت مبسوط جدا ان انا موجود معاهم وموجود في النادي، انا كنت مبسوط جدا وبشارك، ما كنتش عملت اي مشكله خالص، كانت تمام. مشكلتي الوحيده هي اللعب. فيعني انا شايف ان شاء الله تبقى فرصتي مع كابتن حسام، برضه هو برضه يمكن التفاهم برضه معاه هيبقى افضل. الو؟ تمام يا كابتن سيد، سامعك. يمكن برضه التفاهم برضه مع المدرب المصري هيبقى افضل، ممكن اقعد معاه ويقدر يفهم رغبتي ايه، او اقدر اصلح له موقفي، فممكن تبقى يعني ان شاء الله مع اللعب مع كابتن حسام هتبقى افضل باذن الله يعني. تمام. لكن في حاله مثلا الله اعلم، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، عدم بقائك في النادي الاهلي، هل امامك عروض كثيره يعني الانتقال لاي نادي؟ والله يا كابتن انا يمكن انا كنت فاتح الموضوع في الاول لما كنتش بلعب في النادي الاهلي، لكن هشوف بقى ان شاء الله، مبدا ان شاء الله مع كابتن حسام، ولو شاركت ما عنديش اي مشكله، انا موجود في النادي الاهلي، النادي اللي تمام. انا تمنيت ان انا اروحه، فمش هيبقى عندي مشكله خالص، انا موجود في النادي الاهلي اكبر نادي وبلعب، ما عنديش اي مشكله خالص، لكن لو لقيت لا قدر الله الامور هتبقى زي الوضع القديم، فطبيعي ان انا هقدر يعني، هي مش هينفع مش هقدر استمر في النادي الاهلي وانا ما بلعبش، فطبيعي ان انا هقدر اشوف بقى، اشوف اي امور ثانيه، اشوف اي نادي ثاني يكون راغب ان هو يضمني، فهيبقى في كلام ثاني، لكن انا مش فاتح الموضوع دلوقتي، مأجله تمام. لحد ان شاء الله باذن الله لما نشوف الامور هتمشي ازاي. شكرا كابتن سيد حمدي، لاعب النادي الاهلي. لجنه الكره بالنادي الاهلي رفضت عرض من احد الانديه التركيه لضم محمود ابو السعود، لاعب طبعا وحارس مرمى النادي